عقوبات صارمة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حق متولي وتسومو. أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقوبات صارمة في حق محسن متولي لاعب فريق الرجاء الرياضي والكونغولي يوفيل تسومو لاعب الوداد الرياضي على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة الديربي يوم الخميس الماضي لحساب الجولة 25 من الدوري الاحترافي. وذكرت الجامعة يومه الثلاثاء 21 يونيو عبر بيان رسمي أنه تم توقيف محسن متولي لمباراتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 10,000 درهم بعد طرده في المباراة، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب. فيما تم توقيف مهاجم الوداد الرياضي لمباراتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 5,000 درهم بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالرجاء الرياضي، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.